الشروق نقلت تصريحات دكتور أحمد عماد وزير الصحة اللي أكد فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتتح إن شاء الله 36 مستشفى أواخر الشهر الحالي، وقال كمان أن الافتتاحات تتضمن 32 مستشفى في 9 محافظات بالصعيد، ده بالإضافة إلى مستشفيات دمنهور التعليمي وبلطيم في كفر الشيخ ومستشفى طوارئ الحومدية والرمد الجديدة في الجيزة.